احنا ما ينفعش نتكلم، ما تدينا فرصة يا أستاذ. أنا كمان أنا بديكوا فرصة. لا ما تديش فرصة. أنت عمال تدافع يا أختي. يا لا معلش أنا عايز أرد وهي عايز ترد. لحظة يا معلش. يا ناس يا محترمين. مفيش كده تكافؤ في الحوار. معلش. أيوة عشان أنا واحد وأنتوا اتنين بنص. معلش طيب ما أنت خدت حقك وزيادة. طيب ماشي. عشان الحلقة بس ما تبصش. مين اللي قال لك الحلقة باظت؟ طب عايزين أنا بتكلم يا إخوانا أنا بتكلم قانون وشرع. خليها ترد يا استاذ نبيه واسمعها. ردي يا استاذ. خلينا نتكلم على البني ادمين الحياه يا استاذ نبيه. اديها فرصه اسمع الحياه. ماشي. الحياه قول يا ونكون ناس متحضرين. ها دلوقتي هو يخطرني. انا مش هقول له لا ما تتجوزش. لا اتجوز بالظبط، بس انا حره في اختياري. ما هو انت اخترت وانا اختار. الكلام ده ما اختلفناش فيه. احنا الكلام ده اختلفنا فيه. انتوا بتقولوا بس بتقولي بعد ما يتجوز. ايوه يعني انا دلوقتي عايز اتجوز، هروح اقول لمراتي والنبي يا ست الكل انا بكره هجيب لك ضره؟ انت بتجوز كام واحده يا يعني ما عندكش شجاعه؟ انا بتجوز اتنين وعامل معاهم قول كده بقى. قول كده بقى متجوز اتنين عشان كده. ده بالعكس ده المفروض المجتمع يدين نشان عشان حلت مشكله العنوس. عشان كده يا سلام. امال ايه؟ طب عندك كام بنت؟ فيك الخير. عندك كام بنت؟ عندي بنتين. ترضى ان جوزها يتجوز عليها؟ ارضى. الله. لو في عيب فيها ارضى. لو خلي بالك خلي بالك جوزها دلوقتي هيعمل بكلامك. انت تعمل مشكله مع بنتك. وانا بقولها قدام بنات اهو. لو فيها عيب ارضى. يتجوز على بنتك؟ لو فيها عيب. لو فيها ايه؟ لو فيها عيب. لو نكديه ارضى يتجوز عليها. طب ما ساعات الراجل بيفتري ويقول لك نكديه. حجه. ساعات الراجل يفتري ويقول نكديه. انا قلتها لك في البدايه، انتوا راضعين النكد في لبن السرسوم. مش كل الستات. ده واحده او اتنين. والرجاله ملايكه. والرجاله ملايكه ماشيه على الارض. امال ايه؟ ليه بقى؟ لانه في ضغوط اكتر من اللازم على الراجل. والست دلوقتي عندها ضغوط. ضغوط ايه؟ الست بتشتغل وبتربي. افرض هو مش قادر. افرض هو مش قادر. يمشي ازاي؟ يمشي زي الفل البيت وهو طول ما على فكره الست بتشتغل اكتر من الراجل دلوقتي. اللي كانت بتمسك برجلها خرجت لنا عبد الناصر وسعد زغلول ومكرم عبيد. ايام ما كان الراجل راجل. ايام ما كان الراجل يشتغل. واللي بتشتغل خرجت لنا نواب القروض. شكل الراجل ايام سعد زغلول وشكل الراجل دلوقتي. لا 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 وخرجت لنا سيد نكسه وجمال بطيخ. معلش بس الموضوع مختلف تماما. لا مختلف. الراجل زمان شوف راجل. لا لا الراجل كان عامل ازاي وفي بيته بيروح ويتقوي يوم الجمعه. انت تعرفي